كده مسكت في السن. هلا يا هلا، دي صغيرة. في أكبر شوية يعني. الطول اللي انا عايزه بزود عنه شوية، اربط السن. نسحب، نيجي على الحلقة دي، الصلب دي نعدي منها النايلون كده اهو، ناخد حتة ونسحب، نطلع دي من هنا لهنا لهنا. اجيب السن بتاعي، انا مش عايزه يتكعبل هنا، الحلقة دي مش عايزه يتكعبل، فانزل كده اقيس المسافة، اخليه كده بحيث يبقى ده اكتر طول هيوصل له، وراح نازل اشوف الطول اللي انا عايزه ايه، حط الخيطين على بعض. انا شايف كده كفاية، اربط الرابطة بتاعتنا بقى شرحناها قبل كده، طرفين مع بعض وبسحب، واحد اثنين ثلاثة. السن الثاني هاخد الاولاني اسحبه على الخيط اللي ربطته، اشوف بيوصل لفين، والتاني مش عايز يوصل له اهو. معلش بقى لو الشرح مش واضح قوي، عشان احنا شارحين الكلام ده قبل كده في فيديوهات سابقه، فبنعدي عليه سريعا كده كمراجعه يعني. الخيط بتاعي اللي جاي من على المكنه اتاكد بس انه متسلك اموره تمام، نعدي الحلقات بتاعتنا، نربط المدور اي ربطه انت تعرفها، ممكن نعمل خيه اهو، خيه العاديه اهو كده، ونعديها منين؟ من بتاعه المدور دي اهو، ربطنا بكل سهوله. نيجي هنا نحط الايه، الضفيرة بتاعتنا، انا هحطها مجوز كده اهو عشان يكون هنا دبل كده مجوز، واقفل الرصاصة اللي هستخدمها رصاصة مقاس 2، اي رصاصة يعني، المكان بيبقى حسب بس العمق بتاعك، هنا العمق مثلا 7 متر ولا حاجة، بس مش مستاهلة ان انا ايه احط رصاص كبير يعني. فدي حلوة، ربطنا تمام. جبت حبة سلماني اهو، ناخد اللحم بتاعها شرايح بدايتنا الرفيعة،
على شكل مستطيل عشان نطمع السمكة فيها. نرجع السن الاول اهو، شك شكه واحده بس كده. لو الطعم بتاعك من نوعيه اللي هي مش قويه مش طازه، شكه كذا شك. هنزل دي تحت على السن، هنزل دي على السن، ونزل دي على السن. هنفرد اهو العود بتاعنا سريعا. يلا بينا، بسم الله. ننتظر بقى لما تغمز معانا. لما تغمز معانا هيبقى في حركه معانا كده، كل ما كانت الحركه دي اقوى كل ما كنا سحبنا يكون اسرع. لو الحركه ابطا صغيره يبقى السمك صغير. هننتظر شويه. انت رايح فين؟ رايح هناك ليه؟ ما انا خلينا في حته واحده عشان نزفرها. هنقعد نمشي نفرط، ما نخليها في حته واحده يبقى الطعم اللحم في حته واحده. ماشي، ما انا بقول لك هو يجي على الريحه. هوب هوب هوب، ضربت. كده مسكت في السن كده. عاليه حلوه ما شاء الله معايا. اوبا، اطلع بيه. ما شاء الله. من الألوان ما شاء الله. اشتغل معانا يا عم على الشعور شوية. هات لك أكلة سمك ولا حاجة. ايه؟ الله طبعا دي صغيرة، سيبها بقى نزلها تكبر. طلعت المرة دي.
ابو عدس صغيرة نزلها المية. والنايلون 180 و 140 وانتش يا معلم. ايه دي؟ تبع الشعور والحاجات دي. لا السحبه دي كلها دي ليه كده؟ ها بس معقول السحبه دي كلها على ايه؟ 50 لم لم وانت رايح. ما شاء الله ما شاء الله حلوه. ورينا كده الشعور ايه. اي السن مسك في ايدي. لا حجم حلو ما شاء الله. حرف حرف هلا يا هلا. دي صغيرة دي صغيرة